سيظل اسم الأهلي دائما صانع الحدث، مرادف النجاح في الأرض والفضاء غدا واليوم وفيما مضى. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس. ولما كانت الحلقة 920 من ملك وكتابة، كان الأهلي النادي والفريق والقناة في المقدمة دايما يا باشمهندس، في المقدمة وصانع الأحداث. يعني امبارح يعني كلنا سعدنا بالخبر الذي أعلن بفوز القناة بأفضل قناة رياضية، وأنت عندك مجهز لنا حاجة في هذا الشأن. تمام. والأهلي يتوهج عالميا، عشان كده دي أيامه السعيدة في حلقة، هذه أبرز عناوينها. قناة الأهلي والقمة الدائمة. الأهلي أيام القيمة والمكانة. منافس عنيد في تحدي جديد. ها، كاس دي ولا ايه؟ أبو الوفا تكلم حتى أراك. الخطيب ولحظات الحسم. كوبري من تحت الكوبري. وأخيرا ودائما المجري، الصدق والانتماء.